بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهم هما واحدا أهم آخرته كفاه الله أهم دنياه، ومن تشعبت به هموم الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. هذا حديث صحيح، رواه ابن ماجة رحمه الله وصححه الألباني. هذا الحديث عباد الله حديث فيه السعادة، فيه الحياة الحقيقية، فيه اللذة، فيه اللذة والحلاوة يذوقها أهل الإيمان. هذا الحديث عباد الله فيه الحياة النافعة، إذا حصله العبد ورزقه الله تعالى إياه فهو السعيد حقا، وهذا أعلى المقامات، أن يجعل العبد همه في الدنيا هما واحدا هم آخرته. يصبح ويمسي على هذا الهم، يصبح ويمسي على هم مرضات ربه وطلب الآخرة. هذا
كما ذكرنا هو الحياة النافعة. من كان بهذه المثابة كفاه الله هم دنياه وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. الإنسان مخلوق في كبد، أي في هذه الدنيا، والإنسان من أجل تحصيل عيشه يتعب ويكدح. ربنا عز وجل يقول لنا: اجعلني همك، أكفك ما يهمك. اجعلني همك، أكفك ما يهمك. اجعل الآخرة همك، كفاك الله هم دنياك. جعل غناك في قلبك، أتتك الدنيا وهي راغمة. فرغ قلبك من محبة غيره إلى محبته، وشغل لسانك عن ذكر غيره بذكره، وشغل جوارحك بخدمته عن خدمة غيره. كثير من الناس ممن لا يعرفون من الحياة إلا الحياة البهيمية، شغلوا بغير الله عن الله، صاروا في خدمة غيرهم، يكدحون في خدمتهم كدح الوحوش، صاروا عبيدا لهم أذلاء، كما تسمع عبارتهم: أنا عبد المأمور، عبدا لإنسان مثله، ليس عبدا لربه. أما أهل الحياة الحقيقية فهم عباد لله. فرغوا همومهم، تفرغوا من همومهم لهم إرضاء ربهم. هم الآخرة، هم إرضاء الله سبحانه وتعالى. يمسي ويصبح لا تفكير له، لا شاغل يشغله، إلا مرضاة ربه. هل أدى ما عليه؟ هل قام بأداء الفرائض واجتناب النواهي؟ هل صلى الفجر في جماعة؟ إن لم يصلها مصيبة نزلت عليه، شعور يتملكه، هكذا يظل حزينا طيلة نهاره، أنه فرط في صلاة الفجر في وقتها، أو لم يصلها في الجماعة حيث أمر الله عز وجل بها، هل يصبح ويفكر في ذكر ربه وفي طريقة إرضائه وفي السعي في مرضاته، أم أنه يصبح يفكر في الدنيا، في أودية الدنيا الكثيرة وهمومها المتشعبة، فلان وفلان والتجارة والمال، وفلان عنده، وفلان كذا وكذا وكذا؟ لا ينشغل بهذه الأشياء عن ربه، يستعين باللذات المباحة، يستعين باللذات المباحة على إرضاء ربه سبحانه. وإن سعى إلى معاشه، وإن سعى على معاشه يكون أيضا بما يؤدي إلى عبادة ربه،
ويستعين به على إرضاء ربه سبحانه، بل يقول معاذ رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. أحتسب نومتي يعني أحتسب فيها الأجر، ينام بنية طيبة، ينام بنية طيبة، لذة النوم، لذة النوم يجعلها أجرا وطاعة، بنية طيبة يجعل نيته في نومه أن يستعين به على قيام الليل، أن يستعين به على طاعة الله. يريح الدابة، أي يريح جسمه ليستكمل مسيرة العبودية. وإن أكل أو شرب أو أتى امرأته كذلك، فكل هذا يحتسبه لله تعالى. هذه الحياة النافعة، هذه الحياة النافعة. من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته. الهم ما يشغل الإنسان. من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه. ومن تشعبت به هموم الدنيا ونسي هم إرضاء ربه تعالى وآخرته لم يبال الله في أي أوديتها هلك، لم يبال الله في أي أوديتها هلك. لم يقض الله عز وجل همه وتفرقت به الهموم وجعل الله فقره بين عينيه، يرى فقره بين عينيه. سبحان الله. يكدح في الدنيا كدح الوحوش، يسعى على تحصيلها بكل مستطاع، وإن سألته سؤالا لم تفعل كل هذا؟ أموالك لو عشت بها بقية عمرك لكفاتك. يقول: أخشى الفقر، أخشى الدوائر. يريه الله عز وجل هذه الملايين التي يملكها جنيهات بسيطة، يجعل الله فقره بين عينيه. ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. أما العبد المؤمن قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. أفلح من أسلم ورزق كفافا، أي ما يكفيه، وقنعه الله بما أتاه. الهم الواحد، الحياة النافعة عباد الله. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. لما يحييكم قيل الحق، وقيل القرآن، وقيل الإسلام، وقيل الجهاد، وقيل الجنة، وكل ذلك صحيح ولا تناف بين. هذه هي الحياة، الحياة الحقيقية في الاستجابة لله والرسول، في الاستجابة لله والرسول ظاهرا وباطنا. ومن فاته جزء من هذه الاستجابة فاته جزء من السعادة، وفاته جزء من الحياة الطيبة. ويقول الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس
كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أو من كان ميتا. نعم الكافر ميت، وإن تمتع وكثرت أمواله الكافر ميت، يحيا في الدنيا حياة البهائم. أو من كان ميتا فأحييناه، أحيا الله قلبه بالإيمان والهدى والنور، فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هو يمشي في نور وغيره يمشي في الظلمات، يمشي في نور والناس يقتبسون من نوره، يمشي في نور على الصراط يوم القيامة. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، حيران يأتم بكل حيران، عياذا بالله تعالى. وربنا عز وجل يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. كتب الله عز وجل لمن اتبع هداه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة الشقاء، يشقى قلبه وصدره وإن تنعم ظاهره. الحياة بغير الله سراب وضنك وشقاء. سلمن أسلموا ماذا قالوا عندما أسلموا، وبأي شيء شعروا عندما جعل الله الإيمان في قلوبهم، وعندما أحيا الله قلوبهم بالإيمان وجعل لهم نورا. امرأة يهودية أسلمت تقول: وجدت في الإسلام الحياة. الحياة، وهل هي قبل ذلك لم تكن تحيا؟ تريد الحياة الحقيقية، تريد الحياة النافعة، إنها حياة الاستجابة، حياة الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، لله على قلب كل واحد منا هجرتان: هجرة إليه عز وجل بالإيمان والإخلاص والمحبة والشوق والإنابة، وهجر وللرسول صلى الله عليه وسلم بالإنقياد والطاعة وكمال التسليم والمحبة. قلب المسلم، قلب المؤمن، هذا ما يشغله، هذا ما يملأ قلبه، هذا ما يملأ قلبه. رسولنا صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، اتخذه الله خليلا لأن قلبه امتلأ من محبة الله تعالى وتعظيمه، ليس فيه مكان لغيره. قال: لو كنت متخذا من أهل الدنيا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله صلى الله عليه وسلم. قلوب المؤمنين قلوب امتلأت من محبة الله تعالى عز وجل، فلم يعد فيها شيء لغيره، لا شيء يعطلها عن الله، لا هم من هموم الدنيا يشغلها عن هم الله، عن هم مرضاته وطلب الآخرة. هذه الحياة النافعة،
حياة الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. هذه عباد الله القلوب الطاهرة، القلوب المؤمنة التي يرزقها الله عز وجل حبه وجعلها محلا لمعرفته والإيمان به والصدق معه والإخلاص له. الصوم، الصوم كما يقول ابن رجب رحمه الله، الصائمون على طبقتين، منهم من صام عن طعامه وشرابه وشهوته يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، فهذا يعطيه الله عز وجل ما نوى وما يريد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا آتاك الله خيرا منه. يقول الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد وغيره: نزلت في الصائمين، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي بما قدمتم في الدنيا من صوم لله عن الطعام والشراب والشهوات. والطبقة الثانية هي العليا، من صام في الدنيا عن كل ما سوى الله، من صام في الدنيا عن كل ما سوى الله فحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وذكر الموت والبلى وتجهز للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون على الله لا تخفى منكم خافيا. صوم في الدنيا عن كل ما سوى الله، هذا هو الهم الواحد، هذا هو الهم الواحد. والصوم عباد الله وشهر رمضان هو طريق لذلك، نربي أنفسنا، ندرب أنفسنا، نمارس الإيمان، نجعل الهم هما واحدا، ندرب أنفسنا على ألا يكون هناك شيء يمنعنا عن الله. نجرب وننظر إذا أصبحنا في أي شيء نفكر، إذا أمسينا في أي شيء نفكر، إذا مشيت في الطريق ما تفكيرك، ما الذي يشغل بالك، إن تعاملت في بيع أو شراء ما الذي يشغل بالك، ما المقدم عندك، ما المهم الأول. نجرب، نمارس، ندرب. الإيمان في حاجة إلى تدريب وممارسة ومعاناة. نجرب الإيمان، نجرب أن نصل إلى هذه الدرجة العليا، درجة الهم الواحد، الهم الواحد به نصبح وعليه نمسي. إن مشيت في الطريق، إن جلست وحدك، إن كنت في خلوة، إن كنت في جلوة، إن كنت في عمل، ليس لك إلا هذا الهم، هم آخرتك، هم آخرتك، فتنشغل به عن هم غيرك وعن هم غيره. كفاك الله هم دنياك، كفاك الله هم دنياك، كفاك الله هم دنياك. والطريق إلى ذلك عباد الله بمحبة الله، الأخذ بأسباب تعميق محبة الله سبحانه وتعالى.
من التعبد لله بأسمائه الحسنى وصفاته العلام، أن نقف عند كل اسم من أسماء الله نعرف معناه ونتعبد لله بمقتضاه، أن ننظر في صفات ربنا عز وجل العليا سبحانه فنعظم ربنا حق تعظيمه عز وجل ونجله ونحبه ونذل له ونخضع سبحانه، أن ننظر في نعمه علينا فنعمه علينا سابغة عز وجل سبحانه، والمحبة على حافة المنن. ثم تطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. التقرب لله بالفرائض، بالفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. انتقال من مرتبة المحبة إلى المحبوبية، والشأن أن يحبك الله، لأن كل الناس يزعمون أنهم يحبون الله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. يوفقك الله في سمعك، فلا تسمع إلا ما يحبه الله. من خذلان الله للعبد أنك أنه يسمع ما يغضب الله. لو كنت كريما عليه لعظمك، لكن من هوانك عليه خذلك. لو كنت كريما عليه ولك منزلة عنده لعظمك، لعظمك. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. يسددك ويصوبك ويوفقك في بصرك، فلا تنظر إلا لما يحبه، وتستعين بالنظر على ما يحبه. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. يوفقك في يدك، فلا تمتد إلى حرام، لا تمتد إلى حرام. وكنت رجله التي يمشي بها، يوفقك في رجلك فلا تمشي إلى حرام. يسددك في رجلك فلا تمشي بها إلى حرام، إنما تمشي بها إلى مرضات الله. لما قطعت قدم عروة بن الزبير رضي الله عنه أمسك بها وقال: اللهم إنك تعلم أني ما مشيت بها إلى حرام قط، أني ما مشيت بها إلى حرام قط. انظر إلى هذه المحاسبة، انظر إلى هذا الحزم الشديد جدا، قبل أن يمشي بقدميه يسأل نفسه: هل أنا سأمشي إلى ما يرضي الله أم إلى ما يسخطه؟ قبل أن يتحرك بقدمي: اللهم إنك تعلم أني ما مشيت بها إلى حرام قط، أي أبدا. رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله سبحانه وتعالى. ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت، وأنا أكره مساءته. انظر إلى منزلة المؤمن عند الله، منزلة عظيمة. المؤمن حبيب الرحمن، ولي من أولياء الله، الذي يقوم بطاعة الله سبحانه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت، وأنا أكره مساءته سبحانه وتعالى عز وجل. نأخذ بهذا الحديث
وأيضا أن تعرف فضل الدنيا الآخرة، لأن الواحد منا مطبوع مجبول على حب العاجلة. الواحد منا ينظر تحت قدميه، لا ينظر إلى ما بعد ذلك. المؤمن يرى الآخرة بعيني قلبه، المؤمن يرى الآخرة بعيني قلبه، الآخرة أمام عينيه، يعلم أن الحياة هناك لهنا، وأن الدنيا معبر لا مقر، وأن الآخرة هي دار الحبور والسرور، وأنه خلق للجنة فليعمل لها. العبد المؤمن كذلك، نظروا إلى الآخرة فيعمل للآخرة ويجتهد في الدنيا للآخرة. أما هذه الدنيا إياك من الركون إليها، فهذه الدنيا متاع زائل وعرض حائل. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلا. متاع الدنيا قليل قليل، متاع الدنيا إن نظرت فيه انظر إلى فرحها هل يدوم، وانظر إلى نعيمها هل يستمر، انظر إلى أي شيء في الدنيا، دار الغموم والأنكاد والأحزان، من جعلها هما فهو في نكد وغم وشقاء وضنك عياذا بالله، بعكس من جعل الآخرة هما. فإن نظرت في ذلك وعملت هذه المقارنة أكرمك الله عز وجل وجعل لك بصيرة تبصر بها أن الهم ينبغي أن يكون هما واحدا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، إن ظلنا في أثر هذه الحياة، الحياة النافعة الطيبة الحقيقية، حياة الاستجابة لله عز وجل، حياة الهم الواحد هم الآخرة ومرضاة الله سبحانه وتعالى، وجدنا السعادة الحقيقية، وجدنا النعيم واللذة، كما قال ربنا عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينه حياة طيبة هي حياة السعادة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرزق الحلال الطيب. وقال علي رضي الله عنه: القناعة. وقال غيره: الضحاك رحمه الله: العبادة فيها الحياة الطيبة هي الراحة من جميع وجوهها، هي السعادة بجميع معانيها، فلا يضل ولا يشقى. هذا لمن يحيا هذه الحياة
هذه الحياة عباد الله من عاش بها وجد راحة عجيبة، وجد سرورا ولذة غريبة. إن نظرنا في حياة المحبين وجدنا أمورا عجيبة عجيبة. فإذا نظرنا إلى عيش السعداء وجدنا أمرا عظيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعينه على أمر الآخرة. قال ذلك صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي المال نتخذ؟ أي المال نتخذ؟ قال: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. قد كان صلى الله عليه وسلم أتقانا لله وأخشانا، من أطيب الناس عيشا صلى الله عليه وسلم، مع أنه صلى الله عليه وسلم مات وما شبع من الدقل صلى الله عليه وسلم، أي من رديء التمر. وكان صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه الحجر والحجرين من الجوع صلى الله عليه وسلم. وكان لا يوق، كان يمر الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيته نار، يعيش هو وأهله على الأسودين التمر والماء صلى الله عليه وسلم، وهو من أطيب الناس عيشا صلوات الله وسلامه عليه. طيب العيش في طيب القلب. من سعد قلبه بالله سعد به كل الناس، ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين. القلب، السعادة سعادة القلب. وانظر إلى ثابت البناني رحمه الله وهو يقول، وتأمل، يقول: اللهم لو كنت أعطيت أحدا يصلي في قبري فاجعلني أصلي في قبري. من حبه للصلاة، من حبه للصلاة. الصلاة راحة، قرة عين لنبينا صلى الله عليه وسلم، يطلب من ربي عز وجل: لو كنت أعطيت أحدا يصلي في قبري فاجعلني يصلي في قبري. رحمه الله تعالى: منهم من كان يبكي عند موته لا جزعا من الموت ولا حبا للدنيا ولا جزعا على فراق الدنيا، إنما يبكي على شيء واحد، يبكي على الظمأ لله بالهواجر وعلى قيام الليل. يبكي لأنه سيفارق الدنيا التي كان يصوم فيها الهواجر والتي كان يقوم فيها الليل. وأحدهم يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، أي من العيش الطيب، لجالدون عليه بالسيوف. غالب الناس اليوم ينظرون إلى الدنيا وإلى متع الدنيا، وتقاس الناس بالأموال، لكن انظر إلى الصالحين: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. وآخر يقول: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. أي أهل الليل هم يكابدونه قياما وركوعا وسجودا وذكرا وعبادة لله، ألذ من أهل اللهو في لهوهم. ويقول أبو سليمان الدارني رحمه الله: إنه لتمر على القلب أوقات يرقص فيها طربا، فأقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا العيش إنهم لفي عيش طيب.
ويقول ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه الجنة جنة معرفة الله، جنة الأنس بالله، جنة الشوق لله سبحانه وتعالى. وكان ابن تيمية رحمه الله يقول وهو محبوس، محبوس في السجن، يقول: المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. ولما أغلق عليه باب السجن تلا قوله سبحانه وتعالى: فضرب عليهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. كان يدعو في سجوده يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يصفه ابن القيم رحمه الله بقوله: كان من أطيب الناس عيشا على الرغم ما هو فيه من الضيق. ضيق عليه رحمه الله تعالى وهو من أطيب الناس عيشا رحمه الله لطيب عيشه بربه سبحانه وتعالى. الإقبال على الله، الأنس بالله، الأنس بالله، الخلوة به عز وجل، جنة، ثواب عاجل لأهل الإيمان. من أعطاه الله عز وجل فقد أعطاه خيرا عظيما. يقول ابن تيمية رحمه الله: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، فليلزم عتبة العبودية، فيها السعادة الأبدية، فيها السعادة الأبدية. عامر بن عبد الله بن الزبير رحمه الله تعالى لما نزل به الموت، كان في الموت، سمع أذان المغرب، قال: خذوني إلى المسجد. قالوا: إنك عليل. قال: أسمع داعي الله فلا أجيبه، أسمع داعي الله فلا أجيبه، خذوني. فأخذوه إلى المسجد، فبعد ركعة من الصلاة مات في صلاته رحمه الله، رحمه الله تعالى. عيش المحبين، عيش المحبين أطيب العيش. الحياة النافعة هي حياة، أي حياة الاستجابة. عباد الله، شهر رمضان فرصة عظيمة جدا لتطبيق حياة الاستجابة. شهر رمضان شهر عظيم جدا لتطبيق الصوم في الدنيا عن كل ما سوى الله. نطبق وندرب أنفسنا ونمارس أن نجعل الهم هما واحدا، هم الآخرة. حتى وأنت في سعيك إلى معاشك، اجعل سعيك عبادة لله بنية طيبة، تسعى في سبيل الله على نفسك تعفها، على أولاد صغار تعفهم، على أبوين شيخين كبيرين أيضا تعفهم، تسعى على حاجتهم، كل ذلك عبادة. فتكون الحياة كلها لله، والساعات كلها لله. لا كمنطق الغافلين، ساعة وساعة يفهمون غلط وخطأ، يفهمون خطأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة. فالمقصود ساعة أي في العبادة، وساعة على المعاش والنظر في أمور الأولاد، ليس معناه ساعة وساعة أي ساعة نصلي وساعة معصي، لا، إنما ساعة وساعة بهذه الطريقة كما بيّن صلى الله عليه وسلم. بذلك عباد الله نرضي ربنا ونسعى في اعتاق رقابنا من النار في شهر المغفرة والتوبة والرحمة والجود والكرم. الله يجود على كثير من عباده في هذا الشهر الكريم، فلنجعلها فرصة، ولنجعلها
وأن نجعلها تدريبا وممارسة لندرب أنفسنا على هذا المعنى، نستصحبه بعد رمضان فتكون السنة كلها رمضان، وعيد الفطر للعبد يوم لقاء ربه والنظر إلى وجهه، يفرح فرحا عظيما ويفوز فوزا كبيرا. هذا هو الغرض من حياتنا عباد الله. ما عدا ذلك فمنشأه الغفلة وقلة الإيمان، أي ذنب الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا كذلك، أن يجعلنا كما نقول وأفضل مما نقول، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وكل عمل يقربنا إلى حبه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ارض عنا وارضنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم اجعل شهر رمضان شهر انتصارات للمسلمين. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والعناد. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ويقاتلون أولياءك. اللهم من ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة.